Gut! 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 لا مش وقته. يا رب يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العم ايه حوش عنك كنت الماس هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني الله الله اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك اتفضل اتفضل انت يا راجل بتستهبل مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة افرد سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني تدخل كده علي خلوتي. اتفضل اتفضل استنى انت عميت في عينيك البعيد مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك كهرمانة لما عيالك عندي شغل موضوع اسمي عابد الببلاوي المهنة تنزي حريمي سن 42 سنة تكذب من أولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حالة وحالة يا حالة ليلة نطين يا حالة حلوة عجبك رايح فين رايح فين مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف نوال معلش عشان النوالات كتير يكون سلمت نوال بتاعت الاردن وانا بحبها لا نوال بتاعت الاردن ادي بنتي غلبانه يا امها سرق منهم عقد وجبناه انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده حضرتك في النيابه لا يا فندم امال ايه جاي اللي انت مالك امال ده شغل مالكش انت دعوه معلش اللي معلش احنا ما نفضحش حد جبنا العقد وخلاص معلش من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد ما انت شكلك حرامي لا من فضلك انا ترزي حريمي انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان انت جاي تحرق دمي خلاص عقد السرق والاناء اتكل على الله يلا بقى يلا انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي اتكل على الله بقى ترعنا سبحان الله ده بينه اتجنن ولا ايه سبحان الله في حاجه يا ساتر يخرق مش شبه 40 حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق الله يرحمها ويحسن إليها الله يرحمك يا زبايد الله أكبر حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله أمر عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ هم فين نسيت؟ ما أنت قصيت وديت الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد صح 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 الله هو أكبر رسمة العين مناخير السايحة برأي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيله وانا بصراحه بحبها اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيله معاك لا لا رزيله انت فهمتيني غلط يا بينه اتجنن ولا ايه الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا ان شاء الله اجي لك الورشه انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزه الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا واصلة يا جامدة ازيك يا نوال يا بنتي ازيك يا عمي حد الله بيني وبينك أبدا ما سلمش عليكي قبل ما تلموا بلاكم على الناس الأشراف وتتهموهم بالكذب اتأكدوا الأول على عموم الست اللي أنت داخلها دي بترمي الكدابين في النار ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج يلا بتنمي الفلاية دي ضيقة قوي مفيش حاجة امال اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده أملا دي لا ده فار كنسي أملا عاملة نفسها فار القصد جبتها بشكل اهلا 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 لمؤاخذه اتفضلوا يا اهلا وسهلا شوف دخلت الحريم تسرح كده التنير رجاله قطع يقفلوا اليوم ازيك يا سعاد ازيك يا سكينة ازيك يا كتاكيت الحمد لله اهلا اهلا الكتاكيت بقى مكسوفين انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا لا وفي كسوف وفي حد غريب ده انا خالت بص عشان انفوكي كده تحب اقلع لكم مرض والنبي اللي عملت سعيد ايوه اهلا 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 مساء الله مواضيعكم سابقاكم
الله 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 الله، هم ده عينك حلوه يا ام قصه انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسه؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبه، هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايه لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. ما فيش واحده فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوه ويجوا بيها. يا ساتر يا رب. ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي يا حبيبي، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه، تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقولك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخله شايل بلكونه. الكونترباس ماليش دعوه، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ امور. تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحده هنا خالتي كمان يا اختي بطه. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه تو ده وقت؟ استنوا معلم بنت يا سعاد. هقولها اللي هتسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما جوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه مستقل. يا مسبتي يا اختي، يا مسبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ لا انت كسفه يا بنت. انا خالتك انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الوليه ام عاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا؟ هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. خليك تنقي، بس افتكر ان انت اللي فطرتي. ابعت لي اخر اتنين في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الزهيري، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبشر ما عندك دين. جاهلة. ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك؟ مالك؟ اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. يا حبيبي يا منوال، ما لسه ما ادري. اذا روبان عليك الامان. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسه. الله، ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. شكل زمانها جايه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ من الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. الله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى تيمور. ايه بابا؟ ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب دليفري؟ لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. ويلا ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسترح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا. الحراج يلا.
تيمور ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسمه نوسه ده، مش انا سيبها ابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب استهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا، بولا يا بولا، ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ وانت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ ده انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عرفت اقول كده؟ على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا اتفضلي. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجة ولا التعشي؟ يا تعشي ايه وانت عندك لقمة؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشي. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري؟ ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل اول مرة اروح لراجل عازب في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، انا هغير هدومي ثانية واحدة واجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام. 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 قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح ميته اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس. طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا، حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امريني يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه في مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده روقنا. عينيا. الله يخليك يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجرم في الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عاجل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاوي. يا سلام، عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضه كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول لي يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود، حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمني ايه؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده، انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده. ودي دي تيمور ابني. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه.
شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. اروح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امسك نفسك يا واد. ايه كده؟ لا فترة ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. طيب برهان. الله الله الله، كنت برويني كمان. مش انت كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ ايه؟ اوعى تحرم عليك تل بيجوا لنزلة شعبية. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش وحده. يا ليه يا بول؟ كفايه كفايه الراجل هيكمل. اوكي اوكي. بياول امشي من هنا في بجلدك يلا. امشي امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله ده بسنك كام؟ اسكت انت، ما جاء بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيب. باي باي. بداحيه. انفض بغلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جيم. تعالى عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راسك؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجه فينا على طول مره. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجري يا غليت الحياة. صديقي انني اسم من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لبطيس شكلك ولا وشك. ساقتله هاية المرأة. انا الذي ساقف له الاحدى. ستقفين له؟ ايوه. يا الساعة كم دلوقت؟ مش عارفة بس ساقف له. اذا في عنك حيا بنا. حيا ايها المرأة. ساقتلك. تعال ايها المرأة. غلبان غلبان. يلا يا ابو هاشم يا معبر. يلا يا ابو هاشم يا معبر. والله وقعت يا خلانوسه.